السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا جماعة الخير. قصة كذا سريع على الطاير اللي تبون الصد في مشاهدات، يعني مشاهدات مرة، هالمشاهدات تستاهل اني اتحمس معكم واصير اسولف لكم، لان صراحة تستاهلون. هذولي طبعا هم دخلوا السجن 2004، اثنين حرامية من اغبى اللي واجهتهم او شفتهم. طبعا هم دخلوا 2004، انا جيتهم 2006 كذا، هم قدامي. طبعا الاثنين ذولي حرامية بيوت، حلو لا مو حلو، وفي نفس الوقت حرامية ومدمنين، راعين ابيض، يسوقون السهر 6-5 ايام ولا يفككون الا بسنير. عرفتوه؟ ايه، شراب سنير وعلى ذا السهر وشاضرته، يمسكونها على البيوت، يسرقون بيوت خلق الله. دخلت يا جماعة الخير، لقيتهم قدامي ومع الأيام وكذا، يعني مجبور أسولف مع وجهي في وجهه. دقيقة خليني أرفع الريال، أيوه مزبوط، عشان كذا سبحان الله إذا أرفع الريال خلاص. ما كان في الطويلة، وش قضيتكم يا شباب؟ قالوا والله سرقة. قلت سرقة إيش؟ قالوا سرقة منزل بيت. قالوا إيه، عليكم حق خاص؟ قالوا علينا حق خاص. هم اثنين، خلني اسميهم محيميد ومحمود. حلو، محيميد ومحمود. محيميد اثرم يتكلم كذا، ومحمود اغبى شخص مر علي في حياتي. وش قضيتكم يا عيال؟ قالوا والله سارقين منزل. قصتكم وش موضوعكم سالفتكم؟ قالوا والله جايين من الديره وجينا هنا في الرياض. طفر، جايين الرياض، جينا الرياض، جينا الرياض طفارة وفي نفس الوقت سهارة. يقولون في اليوم السادس، في اليوم السادس، في اليوم السادس، يقول أول ما دخلنا الرياض، يقول معنا ديدسن غمارة، يقول دخلنا الرياض وين نروح وين نروح، تعرف أحد؟ تعرف أحد؟ قال يعرف واحد، يقول رحنا له، يقول جينا عنده في استراحة تكينا، يقول الحين احنا سهارة ساكين سادس يوم ما نمنا، يقول نبي ننام نبي ننام نبي ننام. يقول قلنا له يا ابو شنب ما ادري على الاستراحة، دبرنا شراب ومالك الا الرد لقيمته ونضبطك ونحتفل بك. بعد هم بليس خلاص عطاهم وضعية انهم بيسرقون وبيعيشون الجو وبيحتفلون. قالهم ذاك والله عندي باقي نص جركل. قالوا يلا خلنا نلتح هالسنير وننام، ولا صحينا نشوف انها هجمه نهجم عليها. سريق لكم في الطويله، اسكروا هالثنين والثالث معهم في الاستراحه، كاس يا الحكاس، كاس يا الحكاس، كاس يا الحكاس، على انهم بينامون. بس اختلفت وتغيرت الخطه من نومه الى سرقه. قالوا تدري خلنا نسرق. الديتسن جاهز يا ابو شنب؟ يا محيميد؟ قال محيميد جاهز. يا قال هذاك تذكر جاهز. طلعنا، طلعوا شغلوا الديتسن وراحوا يفرون يدورون ويشوفون. طبعا الحرامية البيوت يسوون، يجون عند البيوت ويطفون الكيبل حق الكهرب اللي برا ويراقبون البيت. اذا حد طلع يشوف الكهرب وش موضوعه خلاص فقعوا الحرامية، انحاشوا. إذا طفوا الكيبل جلسوا نص ساعة ساعة ما حد طلع، يدرون البيت فاضي. راحوا وقفوا عند هذاك البيت، طفوا الكيبل حقه، جلسوا يراقبون يراقبون. طلع ذاك الواحد يناظر، شردوا، داروا إن البيت فيه أحد. راحوا بيت ثاني، المهم ثلاث بيوت أربع بيوت نفس الحكاية، إلين لقوا هذاك البيت، طفوا الكيبل من برا، جلسوا يناظرون يحترون يحترون، ينتظرون 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 ينتظرون، ما حد طلع. طالعوا في بعض، قال محيميد، الله انا ما ادري ايش سميتهم، محيميد ومحمود الظاهر، ما ادري والله ما ادري ايش سميت. المهم قال محيميد ذا ميد الاثرم، خلينا نقول ذا الاثرم وذا محيميد. قال محيميد ميد الاثرم، ها ما في احد. قال الاثرم خلينا ندخل. ذاهث؟ قال ذاهث. طبوا البيت ودخلوا. طبعا هم عندهم خبره كذا يفتحوا البيبان، باب الفله وكذا عندهم خبره يفتحوها. المهم من هنا من هنا طاق كسر فتح كسر، ما في احد البيت، لين افتحوا الباب دخلوا. طلع طاحوا وانهم دخلوا في بيت
اجنبي، يعني واحد مو بيت واحد يا جماعه الخير، اجنبي مو بجنبي انه يعني اجنبي عربي، لا لا اجنبي اجنبي، يعني زي ما تقول يعني من الخواجه. فدخلوا البيت وفتشوا فتشوا فتشوا، ما لقوا تلفزيونات، لقوا ذهب ومدري ايش، خموا لقطوا لقطوا اللي في البيت، لقطوا اللي في البيت، لقوا فلوس سعوديه، ولقوا فلوس عملة دولار 100 دولار، لقوا ربطة. حلو، ركبوا الأغراض في الصندوق، دب دب دب، ركبوا في الصندوق، ركبوا اللي خذوا خذوا في الصندوق ومشوا. هم طبعا الحين سهارة سادس يوم وسكارة، طلعوا على الملك فهد، على طريق الملك فهد رايحين لاستراحتهم. وهم في الطريق طلع هذاك الكيس، قال هذا وشو؟ يقول الأثرم. قال الأثرم هذا وث ميد محمود، ميد محميد. قال محميد ذهب. قال محميد هذا ذهب. قال الأثرم ذهب. قال يحط الذهب جنبه، طلع الفلوس السعودية، قال هذه فلوس، وحط الفلوس السعودية ذنبه، طالع فيه، طلع 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 الدولارات، العملة الدولار، طلع الدولارات، ناظر في محميد ما يعرفونها. قال محميد هذه وثي، وثي هذه، سهران وسكران وغبي. قال هذه وثي. وش قال انت يا محميد؟ قال هذه حقت الملبولي اللي يلعبون فيها. قال الاثرم يعني مي بفلوس؟ مي بفلوس؟ قال محميد لا مي بفلوس، هذه انا قد لعبتها، حقت لعبه حق يلعبون فيها. قال الأثرم متأكد؟ قال إيه متأكد. خذاها الأثرم، طلع شوي منها، قال أبلعب على واحد وبقول له هذه فلوس، وخذ الباقي ورجمها. خذ الفلوس دولارات يفكرها حقت ملبولي، ورجمها مع الشباك، يقول على صلاة الفجر كذا، يقول ما في طريق ملك فهد إلا بنغالي جالس يكنس. ما تشوفون بعض الأحيان نلقاهم على طريق ملك فهد، تلقونهم بين السيدين، أو على الظاهر هذاك البنغالي الظاهر اغتنى، هج من السعودية، وبدال ما يكون عام النظافة هنا صار هناك صاحب شركة عام النظافة. يقول ورجمها وخلي معي شوي. قلت طالع جيك الله لا يوفق. رجمتها؟ قال رجمتها. هذا يقول حق ثملبولي. قاعد يتهاوشون ويسولفون، قلنا خلاص كملوا كملوا السالفة، وين رحتوا؟ يقول روحنا الاستراحة اللي هم عند خويهم، جلسوا عند خويهم مدري كيف. هذاك عرفهم على واحد بياع ايس كريم في حي شعبي عندنا هنا في جنوب الرياض، يبيع ايس كريم وحاط له طاوله قدام باب بيتهم. مر على الاستراحه رقم واحد يسمونه بياع الايس كريم. بياع الايس كريم ده وش سالفته؟ في حي شعبي هنا في جنوب الرياض عند باب بيتهم حاط له طاوله يبيع ايس كريم، هذاك المجمد عرفتوه اللي باكياس فوق الطاولة، وحاط صبارة، صبارة دي حق الثلج، وحاط الايس كريم فيها ويبيع ايس كريم، وتحت الطاولة وشو؟ شراب عرق. وجالس يبيع للمزارين ايس كريم، ولد يشيل الحارة يسحب كبيرة صغيرة اللي تبي من تحت الطاولة. فجاه ذا الاثرم ومحيميد وقفوا عنده، قالوا احنا جايينكم طرف فلان وكذا. قال ايه، طبعا داقين عليهم، قالوا احنا جايينكم طرف فلان. قال ايه، قال نبي كبيرة، نبي شراب، بس قالوا معنا فلوس مهي بسعودية. هم الحين بيلعبون عليه، هم جايين احنا يلعبون عليه. قالوا احنا والله ما معنا فلوس سعودية، معنا فلوس اجنبية. يقولها الاثرم الحين مسوي ذكي، قال بيع الايس كريم ورني اياها، شافها، عطوه 100 دولار، 100 دولار يعني ما يقارب 700 ريال او 800 ريال سعودي. عطاه، قالوا عطنا واحده قاروره واحده 100 ريال. قال كم حسك؟ 100 ريال. قالوا خلاص هذه 200 خذها، وفتراها من السعوديه فلوس اجنبيه. قال خلاص عطاهم الكبيره مشوا. طلعوا كر 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 كر، صب 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 صب. الاثرم مسكها على بياع الايس كريم، دق عليه قال اي بيع الايس كريم. قال هلا. قال اي لعبت عليك.
لعبت عليك، عطيتك بلبولي بلبولي. قال بياع ايش؟ بلبولي. قالوا يلا يلا حذك حذك. يقول الاثرم، قال باقي عندك منها شيء؟ قال ها؟ قال باقي عندك منها شيء؟ جيب لي ثنتين ثلاث، جيب لي خمس ميات زيها واعطيك كرتون كرتونين اللي تبي. هذه فلوس يا الثور يا الحمار. يقض الاثرم، يقض طالعت في، يقض طالعت اخوي، قلت يا ابن ويترى جالدون وسط الموتر تهاوشوا. فلوس فلوس يا ابن الثلب، فلوس فلوس. راذم كذا، انا شفت صرت اثرم مثله. طبعا اعترفوا تهاوشوا، تطاقوا بينهم، انطرحوا بعدين، اعترفوا على القضايا اللي هم سووها، ومن ضمنها هالبيت. قلت طيب خلص حكمكم. قالوا باقي لنا 3 شهور بس متوهقين في الحق الخاص. البيوت 3 بيوت او 4 بيوت تنازلوا عنا، لان احنا ما سرقنا منهم اشياء كثيره، بس هذا رفض يتنازل. قلت ليه؟ قال حق خاص فوق 400,000 وبالعين الشباب. يقول كل ما كلمنا احد فاعل خير قالوا ما نسدد عن حراميه. هذه واحده كذا على الطاير. وقصتنا الجايه ان شاء الله اللي وعدتكم فيها، واستودعتكم الله، اسف على الاطاله. شوية رايحين نتقابل سنابات الجاية، جدو سيف استنى شوية رايحين نتقابل سنابات الجاية، خلينا نعرف متى موعدنا، خلينا نعرف متى موعدنا نفس الموعد يا حبيبنا، خلينا نعرف متى موعدنا نفس الموعد يا حبيبنا.